mesdames et messieurs, chers amis, je suis extrêmement ému et très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette première édition de Changemakers Meeting organisée par Jadara Foundation. مؤسسة جدارة هي جمعية الحاصلة على المنفعة العامة من طرف الحكومة المغربية، وهي جمعية اللي الدور ديالها هو أنها تمكن الطلبة المغاربة، التلاميذ المغاربة اللي كيحصلوا على نقاط مرتفعة جدا في البكالوريا، ولكن الظروف الاجتماعية ديالهم إما أيتام إما في الخيريات إلى غير ذلك ما كتمكنهمش أنهم يشوفوا المستقبل ديالهم بإيجابية، وبالتالي كيكونوا عندهم واحد الانحباط، كيكونوا ما كاين ما يدار. حنا هنا الدور ديالنا ديال هذه الجمعية هو أن جبتي البكالوريا بمعدلات مرتفعة 16 أو 18 إلى غير ذلك، الجمعية حسب الامكانيات المتواجده كناخذوا واحد العدد اللي كنعطيوهم منح وكنعطيوهم واحد التاثير اللي فيه اللغات الاجنبيه، اللي فيه بطبيعه الحال لدورات فيما يسمى بالديفلوبمون بيرسونيل، وايضا لو مونتورا. شنو هو لو مونتورا؟ هو ان كنقلبوا على شي واحد اللي هو كيشتغل في واحد الميدان اللي يقدر ينفع هذا الطالب هذا او الطالبه هذه، كيقوم بالدور الكبير ديال الاخ كبير ديالها ولا الاخ الكبير ديالو او الاخت الكبيره ديالها، كيعطيه الارشادات، كيوجهه، كيفتح ليه ابواب، كيلاقي مع الناس اللي كيشتغلوا في هذاك الميدان، وبالتالي هذاك الشاب واخا هو كيقرا مزيان وفي نفس الوقت كيمشي لذاك، كيفهم ذاك الاتجاه اللي غيخدم فيه، كيكون عنده علاقات في ذاك الميدان اللي غيخدم فيه، وكتعرفوا بان هذا الشيء مهم في المجتمع ديالنا. واليوم الاحتفال بهاد المؤطرين بهاد لي مونتور، بغينا نقول لهم شكرا، وبلانا نقول لهم بان راكم نتوما اللي مكنتوا هاد الشباب هادو اللي المستفيدين اللي تقريبا 2500 الان بفضلكم الحمد لله، يعني بطبيعه الحال قروا مزيان وخدامين مزيان ولاو مواطنين صالحين في المجتمع ديالهم، كيفيدوا المجتمع ديالهم الصغير، العائله ديالهم الصغيره، وكيفيدوا ايضا الوطن، وعندهم قيم واخلاق بالفضل ديال هاد لي مونتور. هذا المعرض هو معرض اللي كنقدموا فيه شهادات ديال هاد المؤطرين، ديال هاد المتطوعين المؤطرين، وشهادات ايضا ديال المستفيدين والمستفيدات. بغينا ان اكبر عدد ديال الصحافه واكبر عدد ديال الحاضرين يشوفوا هاد الشهادات ديال المؤطرين ديال لي مونتور، والشهادات ديال المتطوعين، والشهادات ديال المستفيدين والمستفيدات، باش يبان لهم التاثير ديال الانسان اللي كيعطيك شهاده ذاتيه، ملي كيقول لك انا شنو كيفاش هاد العمل شنو باش فادني الى غير ذلك، كتحس بان راه بالفعل كاين واحد التاثير، وكتعرف بان بالفعل كاين واحد التاثير. وكانت تقريبا واحد 10 ولا 15 شهاده اللي درنا لها في هذا المعرض اليوم. شو دونك اون دوزيام اني فيليغ ماناجمنت ا سوبر اش سكول اوف ماناجمنت. جدرا فونديشن عاونتني بزاف، من حيث انا ملي خديت الباك ديالي دفعت ليها، وهي اللي عاونتني انني نلقى المدرسه اللي غنكمل فيها لي زيتود سوبيريور ديالي. من اون بليس كتعاوننا من الناحيه الماديه، من الناحيه المعنويه كتوفر لنا واحد لاكومبانيومون باش اننا نديفلوبيو راسنا ونتعلموا بزاف د الحوايج. وبالنسبه ليا هاد ليكسبيريونس فريمون الي اكسيبسيونيل، حيت جدرا فونديشن من المؤسسات القلال اللي كيعاونوا الطلبه اللي هما في الحاجه للمساعده، وهذا الشيء زعما فريد من نوعه ما كنلقاوش بزاف. وكنبغي نشكر جدرا فونديشن هذا المنبر على كاع المجهودات اللي كيقدموا لنا وعلى كاع المساعده. الطموح ديالي هو ان شاء الله نكمل لي زيتود ديالي ونلقى هكا نبني المستقبل ديالي ونحقق الاحلام ديالي. اليوم تنحتفلوا بهذه المؤسسه نتاع جدرا اللي تتعطي واحد الامكانيه فريده من نوعها للطلبه المغاربه اللي عندهم طاقات كبيره، ويمكن لهم يمشيو يعملوا واحد الدراسات عليا، ولكن مع الاسف ما تكونش عندهم الموارد الماليه الكافيه. وحرام شي واحد اللي عنده هذه الامكانيات وما تتاحلوش الفرصه باش يعبر على هاد الطاقات ديالو. فلهذا هادو واحد المؤسسه نتاع المجتمع المدني اللي توصل لهم في السنه الماضيه 25000 طلب. قدو يلبيو 2500 نتا 25000 22500 اللي توصلتهم ما عرفناش شنو المآل ديالهم. بالطبع يمكن الناس جبروا واحد الحل، ولكن بزاف ما عاد يكونوا جبروا الحل. هذا ما مقبولش في البلاد ديالنا. خصنا نبدا الدوله اولا هي اللي تتحمل هذه المسؤوليه هذه، باش جميع الطلبه اللي عندهم الطاقات يمكن لهم يمشيو يعملوا واحد الدراسات عليا في الخارج ولا في المغرب. كانت مدارس حرة ولا كانت مدارس نتاع الدولة حتى يطلب مصاريف. وبالطبع خصنا نشجعوا المجتمع المدني اللي تيقوم بواحد المبادرات بحال هذه.